استنى. ليش؟ ايه والله. تفضل، اهلين فيك. مرحبا. مرحبا. تفضل ارتاح. اهلا وسهلا فيك. مرحبا. تفضل. اعطيه المي. اعطيه المي. ضيفي ضيفي. تفضل المي. شكرا. واخيرا. ايه وبعد ما جبتوا ضيافه مين رح يعمل الشاي؟ انت بتعرفي انه لازم ضل موجوده مع الحكيم. شريو اعملي الشاي. انا ما بدي تروح علي ولا كلمه من الحديث اللي رح يحكي الحكيم. انا خلقه بدي ساعه لافهم، معلش وحده منكم تروح تعمل الشاي. اندو يلا اعملي الشاي. شرف كبير اني اعمل للحكيم الشاي، بس كمان اذا فتت لجوا ما رح افهم ولا شيء. يا جماعة شو بكون؟ يعني أنا كمان أمه للعريس ومو معقول ما أكون حاضرة وأسمع الحديث، صح كلامي ولا لا؟ شو هالحكي؟ وهلا مين بده يعمل شاي للحكيم؟ وليش كلياتكم عم تطلعوا فيني؟ إذا أنا عملت الشاي أكيد ما رح يعجبكم. طيب سارو شو رأيك أنت اللي تعملي الشاي؟ خلصنا. لأنه أنت أشطر. اعذروني لأنه الحكيم أتيان قال لي إنه ما فوت على المطبخ لأنه هالشي بيأثر على حظي. بعدين أنا بدي أسأل الحكيم عن شوية شغلات ولازم ضل موجودة. هلأ لشو بدكم توصلوا كلياتكم يعني؟ لهلأ ما عرفتوا تتحركوا وتجيبوا الشاي لضيفنا؟ يسلموا، أنا ما بشرب شاي. طبعاً أنا بعرف إنكم عم تستنوا ورجيكم صورة البنت اللي جبتها لشري. تفضلوا عدوا لو سمحتوا. يلا ليكي هي البنت. والله شكلها حلوة. شو ما سمعتوا الحكيم قالكن عدو؟ لا هيك منيح، خلينا واقفين. ايه يلا خلينا واقفين. شو حلوة. هاتي ورجيني. خدي شوفيها، خدي اعطيني صورة لأشوف. يا سلام عن جد حبيت. بتجنني. خلص بقى شو صار لكم؟ هاتي الصورة لأشوف. هاي منيش. أهلين، استنيني شوي. يلا جاية معك. ليكني هاتي هالغراض عنك. يلا. وليش بقى؟ أنا بقدر أحمله. ما بتقدري. حملتهم من المحل لهون، ما نون تقال. أعطيني ياهم. شبه أنت وقفتي معي ومن واجبي أني ساعدك كمان، مع أنه ما في مجال للمقارنة. أنت شو عم يصير معك؟ كلهم كلمتين اللي قلت لك ياهم. عم شتي عليك خود. شكرا. طبعا مو نفس الشيء، التعب النفسي أصعب بكتير، بس أنت لسه ما جربتي وأنا عن جد مبسوط لأنك لسه ما جربتي. عن جد؟ يعني بدكم ترجعوا مثل قبل؟ طبعا رح نرجع مثل قبل واحسن كمان، ويا ريت ما تنسيني من نصايحك لانه اهم شيء عندي راحتها وسعادتها. وانت بتعرفي كيف بيفكروا البنات. حلو كتير. فهمت علي منيح وعرفت السبب اللي مخليني متعلق باهلي وقدرته، وقالت لي ما رح نختلف ابدا بعد هلا. من وين جاي بهالشخصيه؟ لازم تكوني طبيبه نفسيه، بتقدري تقري افكار الناس وبتعرفي تقدري رده فعلهم منيح. احسن شيء انك تصيري طبيبه نفسيه. شايفتك كتير متفائل ومبسوط أكيد لأنه شيفاني مبسوطة، صح؟ أنا؟ إيه مزبوط. شكراً كتير. لك إيه؟ ما لازم تكون عاطفي زيادة. يلا ماشي. امشي. بس بدك تحضري حفلة عرسي؟ طبعاً. يسلموا. يلا مثل ما حكيت لي هذا اللي صار. جنبي فوتي فوتي لجوا. هاتي عنك. هاد منيش هو من أهل البيت، فيك تعتبره مثل أخوه الصغير لجنبي.
بيجي لهون عبيت جيراننا وبيمرق لعنا احيانا مو على طول، وبما انه مثل اخته بيقعد بيحكي لها مشاكله، يعني مثل ابننا بينتيا. صح منيش؟ مزبوط مزبوط طبعا. مرحبا منيش. اهلين. وهذا بابا انيل ابتي. تشرفنا. ليش واقف ارتاح؟ صحيح اليوم خميس في عندك درس كمبيوتر ولا نسيان؟ انت رجعت على دروس الكمبيوتر من ورائي؟ لا شو بكون عم بحكي بس مشان مصلحته. اكيد. ايه طبعا. يلا انا شوفكم. جنبيب خاطرك. ايش صاير لك؟ بتنادي لاختي. ايه بخاطركم. على طول بينادي لاختي، بس اليوم ما بعرف شو صاير له. هالبنت الكل بيحبها، سبحان الله دغري الواحد بيرتاح لها. واهم شيء انه في عندها صفات مشتركه مع حفيدكم. البنت اسمها سايلي، فقدت امها لما كانت صغيره وابوها تجوز مره ثانيه. هالبنت صفاتها كثير منيحه، وكمان ما شاء الله عنها كثير حلوه وما بيلتقى مثلها. هاتي شوفي شو حلوه. بتجنن. انا هلا فتت على البيت، بعد شوي ببعث لي ايميل. يلا باي. رح تتورجي الصورة. شري شوفها. بس ثانية. يا هلا. ايه شو؟ ايه طلع. لا طبعا خبرني فورا. طيب صورة بدي اياك تشوفها. طيب لا تتأخر، اعمل مثل ما قلت لك. ماشي اللي عجبتك ولا لا؟ تمام. لا لا ما بيصير هالشي غلط. انا حكيت معه قبل ما اطلع وقلت له انه ما فينا نشتغل بهالطريقة. عجبتك البنت ولا لا؟ ايه عجبتني. لا لا ما كنت عم احكي معك، عم حاكي ستي. عفوا. ما بدك تتعرف عليها اكثر؟ معلوم. متاكد؟ ارجع شوفها. طلع منيح شري. بعرفك هاد مهيش راو، وهذا والده أنيل راو. هو دائما مشغول، طول الوقت بضل عم يحكي بالشغل. اهدي، شو شايفتيه عم يلعب يعني؟ بس هو رجل اعمال وشي طبيعي يضله مشغول. ابوها لسايلي بيعرفوا منيح لابنكم. صحيح. ومدحها كثير باخلاقه. وهي سايلي مين بتكون؟ سكتي. سايلي. ايه هي يلي الحكيم عم يحكي عنها. صح مزبوط اسمها سايلي. أنا شفتها للبنت وقعدت معها. برأيي إذا تمت القصة حيكونوا أحلى زوجين. ورجيني. بس عن جد هالبنت حلوة مثل الصورة ولا على الواقع غير شكل؟ لأنه بتعرف هالأيام في برنامج بيخلي الواحد يعدل الصور. يخرب بيتهم صاروا عم يعملوا الحلوة بشعة والبشعة ملكة جمال. تذكروني فيه؟ لك هذا اسمه فوتوشوب. أها يا ريت ما تكون هالصورة معدلة. رح تعرفوا الحقيقة على كل حال لما بتشوفوها شخصيا. إيه أمي؟ شبك ليش هاردة؟ شايفة إنه شري حبة للبنت من صورتها. مشان ما أكذب عليكم مخوفني هالشي. ما حق. هلا شري هو اللي رح يقرر بالنهاية، بس إذا شفناها للبنت بيكون أفضل. بنت حلوة، عيون وجمال وما شاء الله كاملة، بس طبعا أخلاقها وصفاتها الداخلية أهم شيء. ماشي منيح لكان. أنا رح أخبرهم. انتو امتى بتحبوا تشوفوها للبنت؟ فيك تخبرهم امتى ما بدك، بس برأيي بالأول نشوفها قبل ما يصير شي رسمي. وأنا كمان بقول هيك أحسن، لأنه شري ما بيحب هالشغلات هي. طبعا. وأنا كمان بشوف إنه هذا الشي أحسن، منشوفها بنقعد معها لحالنا، وإذا عجبتنا منعرفها على شري. إيه؟ عن جد فكرة حلوة، عجبتني. وأنا كمان. وهلأ اتذكرت شو قال الحكيم أديان، هو توقع إنه في فرص حلوة ليتزوج شري هالسنة، وقال لي إنه كمان في عندي فرصة كتير حلوة لأتزوج.
سؤال، مو منيح إذا الخالة وابن أختها عملوا عرسهم بنفس المكان؟ أول شي تعرفوا على البنت، ولما تعتمدوا بتحكوا مع أهلها وبتاخدوا موعد. هذا هو الحكي المضبوط اللي لازم نعمله. تمام، على خير، أنا بستأذن. شو هالحكي؟ تفضل، ما أكلت شي، وخلينا نشربك شاي. يسلموا، ما بدي شاي، أنا بس بدي أكل حلويات لما يصير عرسه. بالإذن منكم. هاتي 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 عيونا حلوة. شوف حلوة غير شكل. أحلى الله لك يا عيونا. وشعري حلوين لونك رقيق ناسك. اسمك جنفي صح؟ مزبوط. إيه، وقديش عمرك؟ بعد كم شهر بصير 26. أنا وحيد ومالي أخوات. أمي ماتت وأنا صغير، وبعد بابا ما رضي إنه يتجوز، كان خايف مرته تعمل لي مشاكل. معقول؟ مو عطول بصير هالشي، في خالات معاملتهم كتير منيحة. أنا بعامل جنبي منيح وبعتبرها مثل بنتي، مو صح؟ نيالة عليكي، بدي إياكي تعرفي إني مقيم بأمريكا حالياً، وقدرت أعمل ثروة كبيرة هنيك، وبابا موظف حكومي. هلأ هو مو كتير بحاجة لهالوظيفة، عنا أملاك بتكفي لتعيش أحفاد أحفادنا. الحمد لله عنا 3 شقق، وحالياً مأجرين منهم 2. ومو حاطط ببالي إرجع الهند هلأ، ومالي مهتم أبداً إذا كان في عندي أملاك هون ولا لا. فينك تسأليني شو ما بدك وأنا بجاوبك. ما عنده أسئلة، شو لسه بدها تعرف أكتر؟ يا جماعة، صراحة ما عنا شي لنضيفه، بنتكن عجبتنا. صراحة إذا ما بتشتغل شي بعد الزواج بيكون أحسن. الشغلة الوحيدة يلي بدي إياها تعتني بوالدي. بعد ما ماتت أمي، الوالد صار يحس بالوحدة، وبصراحة أنا عرسي قرب. بدي اتجوز وارجع سافر. حبيت جوز الوالد مشان ما يبقى لحاله عايش، لهيك نحن جايين نطلب بنتكن. نحن بدنا بنت حلوة ولقيناها، وفي شي بدي أقوله. عائلتنا ميسورة كتير، وهي نعمة من عند الله، مشان هيك رح نعطيكي 10,000 روبية كل شهر، ورح ساعد بنتي حتى يلاقي وظيفة محترمة، وكمان والدة بحاجة لجراحة بالركبة ورح نعمل له اياها بمشفى رفيقي، ورح اتحمل كل مصاريف العملية والعلاج. بس المهم تعتني بوالدي وتدير بالها عليه. كبر وصار رجال، وهلأ هو رح يتجوز. ما بدك ترجع وتحضر عرسه؟ أنا بعترف إني غلط غلطة كبيرة، بس لقيت هتضل عم تعاقبني ومبعد عنا. مروا 12 سنة وابنك كبر وما كنت تبين. طيب معقول انك تتركنا هيك وما تسأل علينا؟ ما بعرفك بهالقساوة. شري ما عاد ولد صغير، هو بيشبهك بتصرفاته، وكثير نشيط وناجح كمان، وبيشتغل من قلبه وما بيقصر.
أهلين. أنا ما انتبهت عليك. اشتقتي لبابا؟ بينسأل هالسؤال؟ أكيد لا. شو كنتي عم تقولي له؟ كان بدي أعرف إنه ابنه كبر وصار رجال وقرب يتجوز، وإني رح ألبس هالساري وأتفتن فيه بعرسه. عن جد؟ بخليكي تلبسي؟ وليش لحتى يرفض يعني؟ تعرف شغلة؟ شايفه لهالساري؟ أنا وأبوك نزلنا اشتريناه من السوق، بس كنت حاطة ببالي اشتري ساري تاني لونه أزرق، بس اشتريت هاد لأنه أبوك حبه وما لبسته غير مرة واحدة بيوم عرسنا، وبعدها ما عدت لبسته واتخانقنا كرمال هالشي، وقال لي أبوك وقتها إني اخترت الساري اللي بده إياه بس كرمال سايره، وما بعرف ليش وقتها فكر بهي الطريقة، وحتى ما قبل يسمع مني ولا كلمة. تعرف أبوك كان مصمم على السفر مع أني حاولت أقنعه، ما فكر لا بابنه ولا بعيلته، كان همه الوحيد يسافر، كان لازم يضل عايش معنا وما يتركنا ويسافر. أمي روقي، خلاص اهدي شوي، بابا راجع، تأكدي من هالشي. صحيح إنه هو بعيد وما له معنى، بس لا تنسي إنه هو رجال وما بينسانا. وإذا كان رجال يعني لما يرجع ما عاد خليه يسافر، ما رح أخليه يروح مرة ثانية. جنفي اسمعي، انت بنت عاقلة وفهمانة وما رح تفكري بالشكل والعمر ابدا. خالتك حكت لي كثير عنك. انا فهمان انك قلقانة على اهلك واكيد بدك مصلحتهم. لا تخافي لانه وقت حنتجوز المشاكل اللي رح تواجههم رح تصير مشاكل الخاصة، منشان هيك خليكي مطمنة. أنا كل شهر رح أعطيهم 10,000 روبية كاملين، منيح؟ 15,000. ممتاز. إيه اتفقنا، ورح نعمله لأبوك العملية اللي لازم تبركبته، وهيك رح يكون قادر يمشي بعرسنا. برجع بقلك لا تخافي، وراح نلاقي لبنتي وظيفة مرتبة. هذا وعد مني، ومو أي وظيفة، وظيفة حكومية محترمة براتب حلو. وهلأ رح أحكي لك عني. أنا صحتي منيحة، جسمي سليم، ولساتني بقوتي، ما بعاني من أي أمراض، وطبعا هيك ببقية حياتنا ما في داعي تقلقي من هاي الشغلات أبدا. لما نتزوج رح تكوني مبسوطة ومرتاحة بكل شيء. خدي وقتك وفكري بالموضوع على مهلك، هذا حقك. ليش بقى؟ هالشغلة ما بدها تفكير. وين رح تلاقي عريس أحسن من أبوك؟ هي حساسة، العمر ما نو مشكلة أبدا، ولا حتى المظهر، التفاهم أهم شيء. خلص أنا بشرح لها، نفهم مع بعضنا.
خلي علي. اتفقنا لكان، وقت تحاكيها وتقتنع منك اتصلي فيني. ماشي، لحتى نبلش فورا بالترتيبات. بالإذن. لوين؟ لسه ما أكلتوا شيء. هذا اللي عملته الجنبي بإيده معناتها راح أتحلى بعد الزواج. صح جنفي؟ شو؟ شرفتوا. خاطركم. أهلي. على مهلك، خليك قاعد، ارتاح ارتاح. إن شاء الله راح تتحسن بعد العملية. لازم توقف على رجليك قبل عرس بنتك ولا تهتم، خلي الباقي علي. معافى. بتعرفي كان احسن لو انك رحتي مع ابي وقت اللي قرر يسافر على امريكا. كنت حامل وقتها والدكتور قال لي لازم تسريحي. كيف بدي روح؟ بتعرف ابوه كان عم يركض بايديه ورجليه ليشتغل برا. وقت اللي حملت فيك بعد فتره قصيره ضبطت معه السفره. كنت فعل خير عليه. كان ناوي يقعد هونيك 3 سنين وكان ناوي ياخذ امه معه، وهو ما كان حابب ابنه يخلق بالغربه ويتربى بعيد عن عاداتنا. بتصدق يا ابني ابوك ما كان بده ولد، يعني ما بده ينأسر. وانا لو شو ما صار كان بدي هذا الولد، وبسبب هالشي نحن تخانقنا. بس جدك دعمتني ووقفت جنبي. قام أبوك زعل وتضايق مني، لهيك سافر وما رجع. بس دائما بقول أكيد اشتقنا بعد هالسنين، وفي يوم بيرجع. أكيد رح يرجع. كانت فكرة إني أعيش يوم واحد بعيدة عنه كتير صعبة، بس بتعرف شو اللي خلاني قوية؟ قناعتي إنه رح يصير عندي ولد ورح يكون سندي وما بيتركني، وضليت عايشة على هالفكرة. شري، بتعرف شو أغلى شي عندي بهالدنيا وما بقدر أعيش بلا؟ أنت. وإن شاء الله قريباً بيجي اليوم اللي بتتعرف فيه على أبوك. يا ابنك يا جوزك كان لازم تختاري واحد منهم، وإنتي اخترتي ابنك، مزبوط؟ يعني اخترتيني أنا. بالوقت اللي عرفت فيه إني رح صير أم، حياتي كلها تغيرت. صحيح وقتها كنت حامل، بس كمان كان في غيري 5 حوامل. مشان هيك مرتك ما رح يكون عندها حماية واحدة، رح يكون عندها 6 حماوات دفعة واحدة. شايفة جنبي أول شغلة ارتحتي منها إنه ما عندك حماية. رح تكوني الأمر الناهية وكل شيء رح يكون تحت تصرفك. عزمة مو عريس لقطة؟ انتي ليش عم تسأليها؟ ليش عم تسأليها والكلمة الأخيرة لإلي؟ أنا ماني موافق على هالزواج نهائياً. حضرتك بدك ياها تتزوج واحد أصغر مني بسنتين؟ شو جنيتي وعقلك طار على الآخر يعني؟ أنا مستحيل خلي بنتي تتزوج واحد ختيار. لا تفكريها يتيمة أبداً. أختي برأيي ضبطي ابنه لهالزلمة يمكن يعجبك، أحسن لك من أبوه. سكرت أمك يا ولد، وقت يكونوا الكبار عم يحكوا لا تتدخل النوب. ليكي جنفي، الزواج حل لكل شيء، وبالأخص إذا كان الزواج من زلمة غني ومقتدر.
لأنه الفقير ما رح يقدر يعيشك، بس إذا تزوجتي من هالزلمة هو حيساعد كل واحد فينا، وبيتحقق حلمك إذا عمل له العملية لأبوكي. لك دخلك حتى ولو كان كبير، بكرة بس تقطعي الثلاثين ما حتلاقي حدا يتزوجك. حتى هذا الختيار ما عاد يرضى فيكي. هاي أنا عم نبهك، ها؟ لازم تفكري بالأهم، مثل إنه أبوكي رح يقدر يمشي من جديد، بس إذا ما عمل العملية بعد 6 شهور رح ينشل وما عاد يمشي أبداً، وبصير بده مين يفوته على الحمام. لا سمعيني، صوتك العملية ما رح تنفعني بشي. ليش ما عم تفهمي؟ ما بدي عملية، أنا ما بدي أعمل شي يأذي بنتي، ما بدي أشوف حياتي عم تدهور قدامي. مستعد موت ولا أفكر بهالموضوع. بابا خلص، ليش عم تقول هيك؟ لك فكر بمصلحتها، هاي بنتك ومصلحتها لازم تكون أهم من كل الدنيا. ما بصير هيك تعذب بنتك وتقطع بنصيبها، هالشي حرام. لك هيك عرسان ما بيجونا كل يوم. لا تتدخلي، لأنه أنا بعرف مصلحة بنتي منيح، بس كمان ما بدي بيعها لواحد ختيار جهلان. اسمعيني جنفي، أنتي لازم تقرري. اسمعي، أبوكي لازم يرجع يمشي مثل قبل، إيه؟ وأخوكي بليتيا لازم يلاقي وظيفة. بالله؟ ومين قال لك إني قاعد عم دور على وظيفة؟ ما بدي وظيفة، بدي أشتغل بالتجارة أنا. تجارة؟ من كتر المصاري اللي مات لحالها معنا؟ ما رح يكون عنا شي ناكله إذا ما تجوزت. إن شاء الله عمرنا ما ناكل. أنا ما بدي خرب حياة بنتي بس مشان حضرتك تعيشي وتصرفي مصاري. وقت توفت أمها أنا كان بدي حدا لحتى يعتني فيها، مشان هيك تزوجت مرة تانية. كانت غلطة، غلطت كتير لما تزوجتك. بالله؟ أنت غلطت وقت تجوزتني؟ طالما متضايق يلا سممنا أنا وابنك وهيك بتخلص. وشو بدك فيني لحتى تسمميني؟ كل واحد يحكي عن حاله. لا تخافي، لأنه هالفكرة ببالي على طول. لو كنت مأمن بنتي أنا كنت من زمان سويتها. مو الحق عليك، الحق علي اللي رديت فيك وانت بهالوضع. أصلا ما خربت حياتي غير من يوم اللي عرفتك. يا ربي موتني لحتى أرتاح. لأنه حياتك خربت من بعد ما عرفتيني، هلا جاية تتممي من بنتي لتعيش حياة التعتيم. مظبوط، أنا بدي إياها تتجوز حتى لو كان أرمل. بكفي معه مصاري وما نعاجز مثلك. أنت ما بتستحي تحكيني هيك. بكفي خناقة أنتوا اثنين. بترجاكم اسكتوا بقى لشان الله. بنتي قولي لها لخالتك انك مستحيل تتزوجي، فهميها انك ما رح تتزوجي واحد مثله ليك قدامك. قولي لها يلا. معه حق، بدي توثقي باللي عم قوله. قليلة، قليلة انك ما رح تتزوجي ابدا. يلا قليلة. لك يا بنتي بترجاكي تفهمي علي، انت بحياتك ما رح تتقلي بعد زواجك من هذا الزلمة. قليلة ما رح تتزوجي. يا بنتي بترجاكي تقولي لها شيء. اسمعيني جنفي، فيك تقرري لانك صرتي واعية. ما رح اعترض او احكي شيء لو شو ما كان قرارك، هذا حقك انت. بس ما بدي اياكي تعاني مثل ما انا عانيت بحياتي. بدي تتجوزي واحد غني. ما في داعي تعملي كل هالتمثيليه، لاني حافظك اكثر من اسمي وبعرف منيح كيف تفكري. هذا هو طبعك دائما، وحدة انانية ومصلحتك قبل الكل. انت شو قلت؟ هلا انا انانية؟ سمعانيني يا جيران، عم بيقول عني أنانية يا عالم يا هو. هلأ إذا كنت أنا خالتها لهالبنت، يعني ما بكون بدي مصلحتها؟ هالحكي هاد بيجوز من الله؟ بكون بكرة إذا بدي إياها تتجوز. قالولي بشو غلطت؟ انفضحنا. والله معك حق، أنا غلطت، حقك على راسي. غلطت لأني عم فكر جوزها للبنت، أنا اللي غلطت، حقكن علي، أنا المحكومة وأنا اللي غلطت. أنا اللي غلطت. لك ليش هيك يا ربي؟ ليش هيك؟ أنا الحق علي، لك أنا الحق علي. خلاص روقي. خلاص روقي. خلاص روقي. بكفي. أنا الحق علي. أنا بعتذر،
اجيت بوقت غير مناسب. لا مانيش. لا تعتذر. خلص مو مشكلة، بجي بعدين لعندكم. استنى شوي، تعال اقنعها. بترجاك اقنعها يا ابني. جنفي بدها تتزوج واحد اكبر منها بشي 20 سنة. وليش ما قلت له انه غني؟ يقولوا له اذا بحياتكم شفتوا واحد مثله غني. جنفي معقول؟ مانيش معلش نطلع نحكي كلمتين برا. طلعي فيها قديش مبينة حبابة ولطيفة، بس ما فيكي تحكمي على العالم من الصورة. يعني في كتير ناس بتعاشريها سنين وسنين وآخر شي بتفاجئك. بس كمان الصورة بتحكي عن صاحبها وبالأخص صورة وشه. لا تنسي إنه هالحكي كله ما بفيد إذا ما بشوف أشري. ما بدنا نرجع نوقع بنفس الغلط. إيه بالضبط، نحن لازم نلاقي له بنت كاملة لشري تقدر تساعده بحياته الجاية وتدير بالها على بيت حماها كمان. بس يا أمي ما بظن بنات هالأيام بيطلع معهم اللي عم تقولي. لا تفكري بهمهم بيت الأحمى لأنه ما بيعني لهم هالشي. هلأ المهم تنتبه على شري، لا تاكلي همنا نحن. لا ما حذرتي، كنتي غير بنات هالأيام. بكرة شوفي بس تجي كنتي لعنا قديش بدها تدللني. أمي البنات هلأ تغيروا كتير، انت ليش مستعجلة؟ مو ناقص غير انك تزوجي ولادهم كمان. شوفي يا شو ناقصني، هنن ما رح يفضوا، لهيك انا اللي بدي ربي احفادي وجوزهم كمان. ان شاء الله وماني زعلانة. بس امي البنات هالايام مانن مثل ايام زمان، لهيك لا تتأملي. ولا تنسي انه هالجيل كله بيخوف. يعني نحن صرنا بعصر السرعة، الناس هلأ بدهم كل شيء على السريع، وجبات سريعة وعرس على السريع وحتى الطلاق فوري، مو صح؟ كمان كل شيء له استثناء حبيبتي، وواثقة انه كنتي رح تكون استثناء بهالجيل. شو بدها اكثر من عيلة غنية وسعيدة وعيلة كبيرة؟ اختي كبيري خلينا نشوف شو في عندها اخبار. فوتي يلا احكي شو الموضوع. نرمادة بعتت معي رسالة إلك، الاكل صار جاهز، فينا نحضر الطاولة. بالله. وكمان في شغلة، هي بدها كمان انه كافيري تتصل بالحكيم منشان تحدد موعد ليجوا اهل البنت بكرة الساعة 5 العصر ونتعرف عليهم. امي امي ارسيني فورا ارسيني. معناته انا هلا ما عم بحلم صح؟ اسمعي لقلك شريو. نعم قليلي شو اسم البنت؟ اسمه كان هو اسمه للبنت هو الاسم على الرأس الثاني بس سكتي ما رح تلاقيه على الورقة. بالله مو نرمادة اللي كتبتون؟ لك مو مشكلة، احمدي ربك على القليلة تذكرت تقرا شي من هالورقة، بالعادة بتضيعها. ايه امي لا تخافي ما نسيت، اصلا قبل ما فوت لعندكم خبيت الورقة هيك منشان ما تقلبوا الموضوع مسخرة، بعرف عادتكم. هاتي القلم. القلم وين حطيت القلم؟ ليكم علق. أنا رح شوفك بعد شوي عالغدا، وكمان أنا رح أتصل بأبوها لسايلي. إيه شو عم تكتبي؟ هاي الرسالة مشان ما تنسي شو لازم تقولي لنارمادا. هلأ أبني. وهي القلم هون لبقى تنسي. إيه مزبوط. وأنا مستغربة ليش نارمادا مبارح كان بدها إياكي تحكي مع أبو البنت بسرعة، كيف راح الموضوع عن بالي؟ صحيح أمي؟ معقول كنتنا تنتبه قديش أنا بنسى وتصير شغلتها إنها تراقبني كل الوقت وتساويني مضحكة هي وأهلها؟
لا حبيبتي ما رح تضحك عليك. انت يا بشاي لتتعرف علينا. هي ما بتعرف شي عنها. مظبوط. ايه حلو. شري هو اللي حكى لك هالحكي؟ ايه هو اللي حكى لي هالحكي كله. ممتاز ممتاز. هلا شيلونا من هالقصص هي، خلونا نروح ناكل. يلا مو الاكل جاهز؟ ايه جاهز. يلا انا ثابتكم. ايه صحيح. هلا انا عم بنسى كثير، بس معقول هي تزعل مني؟ بلكي فكرتني عم كذب واخذت على خاطرها. نحن بنزعل منك؟ لا، لانه كلياتكم بتعرفوا شو هي مشكلتي. معناتها وهي رح تتفهم الموضوع مثلنا. فينا نروح ناكل هلا ولا اكتبها على الورقه؟ لا ما في لزوم، هي سهله. أنا ما عم أفهم عليكي. طيب ليش لحتى تفكري بالموضوع؟ أنت مو ناوية تردي علي لك شبك أنا عم أحكي معك؟ بابا رح يساوي العملية وبنتي رح يلاقي وظيفة كمان. يعني بفهم إنه أنت عم تفكري بمصلحة عيلتك. يا بنت افهمي علي بقى، شبكي مو معقولة أنت بدك تتجوزي واحد عنده أولاد من عمرك وأكبر؟ كيف رح تعيشي معه قليلي؟ جنفي لك هذا اسمه غباء، حاسك عم تركضي لتجيبي المشاكل اللي عندك. طيب قولي شي، فهميني وجهة نظرك. ما فيكي كل الوقت تضلي صافية وساكتة، احكي لك شي كلمة. خلص أنت رح تتزوجي؟ ها؟ إذا بتقوصي حالك أحسن لك، هالحل بيكون أحسن. قولي شي جنفي، قولي. بس انت بتعرف منيح بابا هيك ما رح يشكي من ركبته نهائيا، ورح يكون قادر يمشي مرة تانية. يعني لامتى انا رح ضل استنى؟ شبكي انت جنيتي؟ سمعاني الحكي اللي عم تقوليه؟ انت شو وراكي؟ شو ناقصك حتى مستعجلة؟ انت بنت حلوة كتير وفهمانة، مو ختيارة على حفة قبرك. شو مشكلتك بالضبط؟ ليش ما عم تفهمي؟ في فرق كبير بينك وبين هداك الختيار. جنبي من شان الله فهميني. أنا رايحة. شو؟ خلص بشوفك بعدين. استني. خالتي أنا موافقة أتزوج. تقبري قلبي يا حياتي. هذا هو الصح، وضعك كله رح يتغير. إيه؟ حتكوني كثير مبسوطة. خليني حاكي. أنا طالعة لبرا أتصل. ليش زعلت بابا؟ أنا أخذت قراري بعد ما فكرت بالقصة. صار عمري 25 ورفقاتي أغلبهم تزوجوا. هي أول عريس بيوافق إنه يتزوجني. ما بدي إياك تزعل. يعني أنا شو بيهمني؟ وإذا كان كبير، المهم إنه يقدر يساعدني. أنت قبلتي مشان عمليتي ومانك مقتنع، عم تجبري حالك على هالشغلة وتبرري مشان تساعدينا.
بس ما بدك اياه من جواتك. لا بابا. لا تحاولي تقنعيني. طيب بابا، يعني أنا ليش بدي أكذب عليك؟ أنا كبرت وصار لازم أتزوج، وحابة إنه ينعمل لي عرس. صراحة مليت من كتر ما باركت للعالم، صار دوري باركولي. قلت لي إنك بتكون مرتاح لما بكون مرتاح. بابا كل شي رح يكون منيح، نحن ما لازم نعمل مشاكل مشان كل الأمور تكون عالي العال. بس بابا اسمعني، هاد قدري وما بقى بدي احكي بهالقصة. انت بس كون راضيان علي، هذا كل شي بدي اياه. كل شي رح يكون منيح بابا، كل شي رح يكون منيح. حكيت معه وكان طاير عقله. جنبي سمعتي؟ بتعرفي شو قال؟ قال ما لازم اقلع عليك منوب منوب، رح يحطها جوات عيونه. لازم نجهز حالنا بقى. طويل طريق العشق، وشو ضيقة خطوتنا لنحب. بدنا عمر هالشي مو قدرتنا. حبر الهوى نشد بأول سطر صفحتنا. الحلا ما بيكتمل إلا الغرام زينتنا. خلونا نعيش الحب ما ننسى بسمتنا. حنان الأم يعم يغمر كنتنا. ما بدنا لحظة هم تعكر صفوتنا. الحب أحلى شي بينور دنيتنا. طويل طريق العشق، وشو ضيقة خطوتنا